ونشوف ايه اخبار الهواتف الذكية ونروح لخبر من شركة سامسونج. خبر بيقول سامسونج تطلق هاتفها الجديد القابل للطي باكثر من زاوية. يمكن دي تكون مختلفة شوية على التليفونات اللي شفناها في الفترة الاخيرة من سامسونج واللي قابلة للطي. ايه الجديد؟ انه عرضت شركة سامسونج الكورية طبعا تليفون محمول قابل للطي من الجيل الجديد، ونشرت مقطع فيديو مفصل على ده على اليوتيوب. وعلى عكس الأجهزة المشهورة بقى اللي بدأت تبقى مشهورة اللي اتكلمنا عليها قبل كده زي جالاكسي زي فولد وجالاكسي زي فليب، يمكن طي الجهاز ده بأكتر من زاوية. يعني انت كأنك ماسك ورقة بدل ما بتطبقها بزاوية واحدة، لا ممكن تطبقها بأكتر من زاوية. التليفون الجديد ده مقاسه 7.2 بوصة بأوليد، شاشة أوليد بتعمل في جزء فقط منها، وتقدر كمان توسعها بالكامل لاستخدامها كأنه زي تابلت كده بالكبير، بما في ذلك تطبيقات متعددة في وقت واحد. سامسونج كمان عملت إضافة للشاشة الأوليد قابلة للطي عشان تكون قادرة على العمل عند درجة حرارة حتى درجة تحت 20 درجة تحت الصفر بدون أي مشكلة في طي الجهاز. هيحتوي الجهاز الجديد اللي هو اسمه فولد 3 ده على شاشة أموليد رئيسية بقياس 7.6 بوصة، ويحتوي الفليب 3 على شاشة بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف للشاشة بيبلغ 120 هرتز. طبعا معنا الفيديو اللي اعلنته او اللي نشرته سامسونج للتليفون الجديد ده اللي هو بيمكن طيه بأكتر من زاوية. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مرة تانية.